بالنسبة لقراءتنا في هذا الشكل الحكومي أنه تشنا أنه تم إحداث 10 وزارات تهتم بالشأن الاقتصادي، في حين أنه استمرار دائما في 6 وزارات تهتم بالشأن الاجتماعي. الملاحظة الكبيرة على تشكيل الحكومة أن قصات واحد المجموعة من الأنشطة هي وزارة الحريات والعدل والحريات اللي كانت وزارة الحريات، كذلك وزارة العلاقة مع المجتمع المدني، تنشوف حتى وزارة الاتصال تم فصلها على النطاق ديال الناطق الرسمي باسم الحكومة، كذلك إدماج قطاع الرياضة بقطاع التعليم وهي ما خلفها ردود كبيرة في هذا الموضوع. عموما أن تنشوف هذه الحكومة فهي مجموعة ديال الناس وخبراء وكفاءات اللي شغلت في الميدان ذو الاختصاص ذو الكفاءة. عموما تنشوف أن هذه الحكومة فيها وجوه شربت وخبرة تدبير الشأن العام بالمغرب، وكاينه وجوه لاول مره تنشوفوا ان وجوه نسائيه اللي كانت في هذا الموضوع هذا، منها اضافه انه في اطار مراقبه النوع اللي تيبقى التحدي عند هذه الحكومه، والتحدي الاساسي هو قضايا مهمه تنظر الى هذه الحكومه، قضايا الاساتذه الذي فرض عليهم التعاقد، كذلك الوضعيه المزريه للمستشفيات المغربية، كذلك علاقة المواطن بالإدارة ورد الثقة للمواطن في الإدارة، كذلك إخراج المغرب من الأزمة الاقتصادية من تداعيات كورونا. ماشي فاطمة الزهراء المنصوري اللي عمدة، الأخ نوش عمدة، نبيلة الرميلي تاهي عمدة كازا، السي وهبي تا هو رئيس بلدية تاونات، تارودانت، يعني هادو أسماء اللي كاينة ما تتشكش. الإضافة بالنسبة لفاطمة الزهراء المنصوري كعمدة مراكش، اليوم مدينة مراكش ما فيهاش وثائق التعمير، يعني غياب بلون دوميناجمون لمدينه مراكش. واش فاطمه الزهراء منصور قادره ان تخرج واحد البلون دوميناجمون لمراكش؟ ترك علاقه المواطن بالعمران والديون الاهله السقوط، وكذلك برامج تاع محاربه السكر غير اللائق، يعني مجموعه تاع الملفات حارقه تنتظر فاطمه الزهراء منصور. فاطمه الزهراء منصور بحد ذاتها فهي واحد السيده اللي صبرت وعرفت ما هي الاداره الجماعاتيه، وعرفت ما هو قسم التعمير، لان يعني كانت عمده على مدينه مراكش سنه 2009 الى 2015، والان عمده جديده. دائما اقول ان الوعود الانتخابيه ليست هي حقيقه الاشياء، هي متمنيات الاحزاب السياسيه. هناك اكراهات اقتصاديه ومكروه اقتصاديه في المغرب، سمعنا وشفنا كلام صاحب الجلاله الملك محمد السادس ان التحدي الكبير اللي كاين عند المغرب هو الاقلاع والتنميه. اليوم المغرب واش هذا السي اخ نوش ملي تيقول لك ارقام، فهي ارقام خاصه تخضع لواحد المنطق تاع الاكراهات الماكرو اقتصاديه، الميزانيه، الدخل، يعني باش نقولوا ارقام على هواها ونقولوا انه ارقام غادي تحقق. حنا ما يهمنا الان ماشي الزياده في الاجور، ما يهمنا الان الزياده في المؤسسات الاجتماعيه، في الاهتمام بالطبقات اللي كنا تنقولوا في كورونا انا طبقات مسحوقه ما كانتش او قطعات غير مهيكله. اليوم الحكومه مطالب ان تكون حكومه الشعب ماشي حكومه الباترونه. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لمنبر اشواق على الاستضافه الكريمه. بدايه التطلعات ديالنا احنا كشباب داخل هذا الوطن الحبيب هي تطلعات كبيره ملقاه على عاتق الحكومه الجديده، الحكومه التي كنا ننتظرها بشغف، ربما اتت باسماء لم تكن متوقعه، وهناك اسماء سبق لها الاستوزار، لها من تجربة ما لها، إلا أننا نلاحظ يعني تباين من حيث الحقائب الوزارية ومن حيث بروفايلات الوزراء، أن هناك بروفايلات لا تتناسب مع الحقائب الوزارية الممنوحة لها، وهذا يجعل على عاتق الوزراء مسؤولية أخرى، لأن ما ينتظر الحكومة كورش كبير هو تنزيل النموذج التنموي. هذا النموذج التنموي الذي ينتظره المغاربة، أو إن صح القول يعول عليه المغاربة لحل مجموعة من المشاكل والإشكاليات التي تتخبط فيها المواطن المغربي والبلاد بصفة عامة. بالنسبة للتطلعات كمواطن مراكشي، حنا تنعرفوا بأن مراكش هي عانت من الأزمة، هي واحد المدينة التي تعيش على النشاط الاقتصادي بالدرجة الأولى، عانت ولا زالت تعاني وتنتظرها أشهر أو ربما إن نقول سنة أو سنتين عجاف ريتما يلتئم الجرح وتتعافى، كما نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحكومة وأن يوفق القيادات أو المنتخبين ديال هذه المدينة للنهوض بها على جميع المستويات، المستوى الاجتماعي الاقتصادي تاع
الثقافي على جميع الصعيدة. الشباب المغربي بصفة عامة وليس المراكشي الانتظارات ديالو هي يعني خلق فرص الشغل. البرامج اللي وضعتها الأحزاب اللي شكلت الأغلبية الأحزاب الثلاث هي ربما برامج اللي هي يعني فيها آمال وتطلعات كثيرة، ولكن واش التنزيل ديالها غادي نشوفوه على أرض الواقع؟ واش السي عبد العزيز أخنوش اللي وعد مثلا المغاربة بمجموعة من وعود 25 إجراء، واش غادي يستطع أنه يكيف هذيك الإجراءات مع الأغلبية الحكومية اللي في النظر ديالي أن الاستقلال أقرب إليها من لبام، بحيث تلقاو من ضمن الإجراءات أن السي عبد العزيز أخنوش رئيس الحكومة يقول أنه غادي يضيف بالنسبة للأساتذة، وأنا باعتباري أستاذ غادي يزيدهم 2500 درهم. هذا الإجراء ما عرفش أنا كيفاش غادي ينزلوا رئيس الحكومة وتطرح عدة تساؤلات. هي هذه البرامج الحكومية واش هي مجرد يعني برامج معسولة أو يعني الاستمالة الناخبين؟ صدقها وعدم الصدق ديالها غادي تحكم عليه يعني البرنامج الحكومي اللي غادي تشكلوا الأغلبية. وتنتمنوا أنه يكون يعني واحد 50% ديالو موجهة لحل مشكل البطالة اللي تعاني منه المغرب قاطبة ماشي مراكش فقط. هو كان إجماع على مطلب يعني التعديل تغيير وزير التربية الوطنية، هو إلى حد ما راه كان ناجح في المهام ديالو، ولكن هناك مجموعة من الإكراهات ومجموعة من المذكرات هو أثقل كاهل لا الأساتذة ولا الأطر الإدارية ولا الأكاديميات بكثرة المذكرات. بالنسبة وكما تحدث في البداية أن البروفايل ديال سي بن موسى وزير التربية والرياضة والتعليم الأولي والرياضة، هذا جوج ديال الوزارات تدمجوا، وزارة التربية وتحدث التعليم الأولي وما يسمى بوزارة الرياضة. هذا سي بن موسى هو يعني داخل على هذا الميدان، كنا تنتمناو أنه يكون كما كانت في وزارة الصحة طبيبة، أنه يكون شي يعني رجل تعليم أو عنده تجربة في التعليم هو اللي يقود هذه الوزارة. وتنتمناو أنه زعما التوفيق ليه في لأن هذه وزارة التربية والتعليم هي واحد الوزارة اللي الكل يتهرب منها، الكل لأن فيها ملفات ثقيلة تنتظر الحلحلة ديالتها موازاة مع النقابات والحوار الاجتماعي والحوار القطاعي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية جميع المغاربة أينما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن. صراحة كي تنقولوا مراكش دائما ترحب بالجميع وترحب بجميع المغاربة في ساحة جامع فنا، جيو جامع فنا راهي دابا راه منورة زوينة غزالة. بالنسبة للسؤال ديالك شنو تنتظروا هاد الحكومة هذه اللي كاينة دابا المغاربة جميعا أو المدينة مراكش أو بالطبع ساحة جامع فنا، تنتظروا لهذه الحكومة الجديدة باش تشوف ساحة جامع فنا اللي هي ساحة عالمية، تشوف بعين الاعتبار الساحة هذه راه تهمشات بزاف، وتنطلبوا من الناس المسؤولة تجي وتشوف. كي تنشوفوا حاليا راه هي الأشغال هي غادي خدامين، وتنتمناو يوعى شوية ديال يكون شوية تاع التعجيل. أم صراحة حنا تنتظروا ساحة جامع فنا تصايب أكثر وحسن، لقاش هذه ساحة عالمية خاصها تكون شي حاجة كي تنقولوا التراث، هي تراث كي تنقولوا تاع ساحة جامع فنا وتكون بواحد النظام. تنتمنى علاش ما ساحة جامع فنا تنظم لا بالنسبة للحلاقية ولا بالنسبة يكون عندهم واحد لي باج، يكون عندهم واحد كي تنقولوا واحد شي حاجة سميتها النظام. ما كانت شي حاجه سميتها النظام راه جامع فنا طبيعه الحال غادي تكون مزيانه. هو صراحه حنا دائما الطبع ديالنا دائما تنطمحوا شي حاجه تكون اكثر ولا احسن. حنا تنطلبوا من الناس المسؤوله تحيد عندنا كاع 11 هازي، علاش لا؟ وصراحه تيبان لجميع المغاربه تيبان بان التشكيل الحكومي راه هو واخا اللي ما تيعرفش السياسه اللي تيقول لك الحكومه راه غادي تخدم هادشي تيروج يعني كاين امل طبيعه الحال، كاين امل. وبالخصوص حنا فرحانين بالاستاذه فاطمه الزهراء المنصوري كعمده مراكش وكوزيره دابا ديال الاسكان، يعني السيده فاطمه الزهراء المنصوري بهذا كي تنقولوا بهذا
النصر الجميل، وصراحه فاطمه الزهراء دايرين فيها واحد الثقه كبيره، وثقه كبيره للناس ديال مراكش. تنتمناو الاستضافه فاطمه الزهراء المنصور التوفيق، وراه استضافه فاطمه الزهراء المنصور راه وعدات المراكشيين بانه راه بيكون الاصلاح وبيكون حنا تنتمناو الشباب ما بان شي شاب باقي في التريبه، كل شيء يخدم، كل شيء الشوارع يتنقاو، التروبه يتنقاو، علاش لا؟ بقاش هادشي تيطمحوا الناس ديال مراكش. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.